يعني ربما تخرج بتوصيات في هذا اللقاء، ما هي أهم التوصيات التي يمكن إخراجها في هذا الملتقى؟ الآن التوصيات اللي عندنا مهمة، بعد ما كانوا عدد ديال الناس اللي الحاضرين، لأن محتل الجائحة وهذا وداك الشيء ما بغيناش يكون هذا الشيء كبير، عدد ديال رؤساء المناطق اللي كلهم داو يعني في الأخبار ديالهم بأن غادي نوصلوا الصوت ديالنا عبر المواقع الإلكترونية للحكومة، وبغيتها تاخذها بعين الاعتبار، لأن راه غادي يمكن غتغير الحالة. وفي البرنامج ديالنا بأننا راه يمكن غنبداو في الأول، أولا دائما المستودعات ديالنا غادي يبقاو محلولين، واللي بغى يجي ياخذ القرعة من المواطنين مرحبا به، وغادي نبداو يمكن نخدمو يومين في الأسبوع، يومين ثلاث أيام في الأسبوع حتى نلقاو شي حل اللي يرضي الجميع. يعني في حالة عدم إيجاد حلول، هل هناك تصعيد؟ في حالة عدم الاستجابة ما غاديش يكون تصعيد، الوقت غادي تفرض عليك بأن غتكون في عزام على الاستمرار، لأن يعني اليوم اللي راه ما كاينش غير مادة الغازوال، يعني من بعد هذه الجائحة والأمور اللي كاينة، عدد ديال الأمور تغيرت، بحنا العجلات طلعوا، التأمين طلع، البياس دورو شونج طلع، اللوجيستيك كل شيء، ما كاينش حاجه كنخدموها ما طلعتش. حنا كنديروا واحد الماده مقننه، اللي ما يمكنش نزيدو، وكنحترموا يعني التوصيات والتعليمات اللي كاينه اللي معطيه لنا واللي مخرجينها الجدوله ديال الاثمان اللي عاوتاني. هنا ما ننساوش بان كندير واحد الماده اللي مقننه واللي على حسب التصريحات ديال السيد الوزير سي القشع، على ما اظن بانه كيقول لك بان الدوله الان راه تدير تقريبا 90 درهم كل قنينه ديال الغاز مساعده للمواطنين. ما يمكنناش نديرو شي حاجه اللي خايبه، بغينا نساعدوهم ولكن خصهم يساعدونا ويلقاو لنا حل، لان ماده الغازوال الحكومه السابقه كانوا وعدونا بالتسقيف ديال ماده الغازوال بانه ما غاديش يفوت ما بين 9 و 10 درهم، اليوم هو 11 وغدا الله اعلم. كنتمناو باش يتلقى حل يعني اقرب وقت لهذ الامور ونستمروا في العمل ديالنا. في الافق هل هناك جلسه حوار مع الحكومه؟ بصراحه الساعة ما كاين والو، لولا ان من بعد يعني تعيين الحكومة الجديدة تحت الظل ديال صاحب الجلالة، واللي الان السي عزيزة خنوش وهو السيد رئيس الحكومة، حنا رسلناهم باركنا لهم يعني المناصب ديالهم والفوز ديالهم في الانتخابات، وطلبنا منهم باش تكون يديروا يد في يد وتكون شراكة باش نخرجوا هذا القطاع من العشوائية للنظام، لان قطاع فيه شويه العشوائيه، وتنجتهدوا باش يخرج للنظام. النظام ما يمكنش نخرجوا ليه بوحدنا، خصنا نخرجوا بالمساعده ديال الحكومه. الى فعلا ساعدونا ودرنا يد في يد، راه القطاع غادي يتنظم ويزيد لقدام. بقى بحال هكذا راه غادي يبقى غادي كيموت شويه بشويه، بحال الشجره الا ما كايناش الشتاء، عرق بعرق بعرق بعرق، حتى واحد النهار كدبال. وفعلا هادشي اللي غادي سيد الرئيس، في ظل هذه الظرفيه اللي تعيشها البلاد من ازمه حاده في العطش في الجفاف، يعني ازمه ديال رفع الاسعار، هل ممكن ايجاد حلول مع القطاع ديالكم؟ احنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي زعما غتمس المواطن، ما كنطلبوش لان بغينا نديروا الامور اللي لا معقوله. غادي ناخذوا على العاتق ديالنا باننا نزيدوا واحد درهم في القرعه او لا جوج، اللي هي مخالفه للقانون وماشي معقوله. احنا ما بغيناش نخلقوا البلبله، ما بغيناش نقيسوا المواطن، ولكن اللي كنتمناو وهو ان الحكومه تجتهد وتعدل هذا كيف كانوا وعدونا. احنا الان بالمراسلات اللي درنا لهم على الماده ديال المحروقات كنطلبوا اما الدعم المباشر او الغازوال المهني، يعني حاجه من الحوايج حتى يتلقى الحل. يمكن لنا دابا كيف تيقولوا هذا الشيء راه، ولولا انه جاي من السوق العالميه،
السوق العالميه والحاله ديال العالم كيف كاين، والله يحفظ من الا كان شي تدخل في القاضي ولا ولا دابا غنكون شويه خارج التدخل ديال روسيا في اوكرانيا، هادشي راه ما غادي يزيد غير الطين بله، وكنتمناو باش يتلقاو حلول للاستقرار ديال بلادنا. السيد الرئيس شكرا لك على التوضيحات.